الحمد لله المنتخب رفع رؤوسنا فوق، بيض وجهنا. احنا كنا متفائلين انه بنفوز مثل ما فزنا على الارجنتين، لكن ما صار الشيء، لعل خير يا رب. السعوديه من يعني كفايه انه فازت على الارجنتين، هذا حدث تاريخي ما يتعوض. كان اداء المنتخب في كاس العالم مشرف، يعني بدع مباراة الأرجنتين وبولندا، صح أن خسرنا مباراة بولندا بس تكتيك كويس.